كرة اليد هي رياضة جماعية تنافسية تلعب في ملعب مع أهداف في كلا الطرفين. يتم لاعب اللعبة بكرة أصغر قليلا من كرة القدم، ويستخدم اللاعبون أيديهم لرمي الكرة والتقاطها وتمريرها إلى زملائهم في الفريق. يتكون الفريق الواحد في كرة اليد من 7 لاعبين، من بينهم حارس المرمى. وعلى عكس كرة القدم، فإن رياضة كرة اليد يتم تمريرها بين لاعب الفريق باستخدام يد اللاعب، وتلعب هذه الرياضة بفريقين اثنين فوق أرضية الملعب، حيث يتنافسان بهدف تسجيل أهداف أكثر في مرمى الخصم، ويفوز الفريق الذي يسجل أهدافا أكبر في مجموع شوطي المباراة اللذين تتخللهما استراحة مدتها 10 دقائق، وتكون مدة الشوط الواحد 30 دقيقة. قصتي مع الرياضة كأي شاب تحق بنادي، كنا في منطقة الدسمة الحقيقة، وبعدين كنا غريبين من النادي العربي. الدسمة كان يبعد النادي العربي تقريبا عن 60 متر، فهذا خلاني أول شيء أشجع العربي، ثاني شيء أنا شبه يومي أروح أطالع التمارين بالنسبة للاعب العربي القدم والسلة واليد. في يوم من الأيام حقيقة اختصر الموضوع، قابلني الكابتن غريب مرزوق وقال لي ودنا تلعب يعني يد، ليش ما تلعب؟ فأنا كنت الحقيقة دائما أشوف القدم وأنا على المدرج ألف للخلف ملعب اليد، فكنت أشوف روح الأسرة الواحدة، الابتسامة، التجمع بينهم، الحب بينهم. فأول ما قال لي وافقت الحقيقة، والحمد لله من وبنفس اليوم عطوني الملابس الرياضية، ومن باشر الحقيقة التحق في النادي العربي، ومن يومها صرت الناشئين وبعدين الشباب وبعدين الدرجة الأولى. مشوار رياضي حقيقة طويل، يعني بالنسبة لي أنا أولا مرحلة أنه أنا لاعب، ومثل ما قلت لاعب بالنادي العربي، واستمريت فترة طويلة إلى أن أخذنا منتخب شباب الاتحاد ومنتخب المدارس كذلك، كان في وقتها لنا شاطة الجميل أكثر حتى من الاتحاد، وانتقلنا إلى هذه المرحلة. ثم مرحلة الدرجة الأولى لعبت بالدرجة الأولى سنة طويلة، ومنتخب اليد الأول لعبت سنوات طويلة حتى وصول منتخبنا، وصلنا إلى 82 إلى ألمانيا في كأس العالم، وعندها أنا لعبت التصفيات، لكن أثناء البطولة اعتذرت لأسباب خاصة. بعدين اتجهت إلى العمل الفني، أول اعتزالي صرت مدرب النادي العربي سنة واحدة فقط أو موسم واحد، واستطعنا نفوز بالكأس في هذا الموسم، كأس الاتحاد لكرة اليد. بعدها تركت التدريب لأن التدريب مهنة شاقة الحقيقة، فاتجهت إلى الإدارة. الإدارة كنت مدير منتخبات كرة اليد من 83 حتى ابتعاد، يعني تقريبا 27 سنة وأنا مدير منتخبات الوطنية لكرة اليد كل المنتخبات. بعدها الحقيقة خلال الفترة هذه صرت عضو مجلس إدارة بالنادي العربي، والنادي العربي طبعا قلعة كبيرة، وأنك تكون عضو بالنادي العربي هذه لها يعني بصمة وتاريخها. وبعد النادي العربي رجعت للاتحاد فترة كمدير منتخب، ثم اتجهت إلى اللجنة الأولمبية لست دورات متتالية عضو مجلس إدارة وأمين سير مساعد في اللجنة الأولمبية. وبعد الإيقاف الرياضة بالكويت طبعا حاولت أن أبتعد. هذه المراحل اللي أنا مريت فيها بالنسبة للرياضة. بعدين طبعا أنا الحقيقة كنت عضو في لجنة التدريب بالاتحاد الدولي لكرة اليد ممثلا عن قارة آسيا. بعد تركي التدريب لجنة التدريب الاتحاد الدولي اتجهت إلى أن الآن المدير الفني للاتحاد الآسيوي لكرة اليد. هذه مسيرتي عامة من البداية حتى الآن. بالنسبة لي أنا حل إنجاز وصولنا إلى أولمبياد موسكو، وكنت أنا كابتن الفريق، وصلنا أولمبياد موسكو بعد تصفيات على القارة الآسيوية، والحقيقة لعبنا مباريات جميلة، لكن خبرة الفرق في النسبة الدول المنتخبات الأوروبية كانت كبيرة. حاولنا نجاري اللي نقدر، لكن بالأخير المنتخبات السابقة الحقيقة كانت قوية بصورة يعني صعبة أن نجاريها، وهذا أهم إنجاز لي يعني في تاريخي. كذلك وصول المنتخب
الوطني في بطولة كأس العالم بألمانيا، لكن الحقيقة أنا اعتذرت لظروف خاصة. وبالمناسبة يعني أشدد على كل لاعب وأطلب منه متى ما يصل إلى هذه البطولات كأس العالم أو الأولمبيات لا يعتذر لأي ظرف كان، لأن هذا بس فيه سجل في تاريخك وهذا تاريخ ما يكرر. بطولات كثيرة الحقيقة، يعني في الأول بطولة لنا بطولة كأس فلسطين في الكويت، هي أول بطولة كان حتى التلفزيون باللون الأسود والأبيض، طلعنا النهائي مع منتخب جمهورية مصر وفازوا علينا بفارق هدفين في ظروف صعبة، كنا احنا الأولى نفوز. كذلك في بطولة كأس فلسطين في جمهورية مصر العربية هم طلع المنتخب المصري الأول واحنا الثاني. عدة بطولات وبطولات طبعا على مستوى آسيا وبطولات على المستوى العربي، بطولة الألعاب العربية في سوريا، عدة بطولات. احنا طبعا ككتلة مجموعة كرة اليد دائما معروف عنها ان هي كأسرة واحدة، حتى جيلنا والجيل اللي قبلنا والجيل اللي انا اشرفت عليه، فهذه الميزة هي ميزة منتخبات كرة اليد وحتى اليوم الحقيقة. لكن انا في مجموعة لعبت مع كباتن كبار حقيقة، منصور مرزوق الجيل الاولاني، مرزوق سعيد، قاضي غانم، يعني امير عبد الرضا، حسن جابر، لكن اقرب اللاعبين الى قلبي هو الكابتن مساعد الرندي. من بديت انا في المنتخب حتى اعتزالي وانا وياه على طول، حتى غرفتنا مع بعض، مشيتنا مع بعض كل مكان، سري عنده وسري عندي، وبالتالي هو صديق لي بالنسبه للمنتخبات. وهناك الكثير من اللاعبين، جاسم القصار، عبد العزيز العنجيري، ما بانساهم، نجوم كبار، علي عباس حارس المرمى. الصعوبات اللي تواجه لاعب كرة اليد هي التفرغ الرياضي، يعني التفرغ الرياضي هو مصيبة أم المصايب يعني الحقيقة. حتى اليوم أكثر المنتخبات تفقد ما تخسر لاعبتها بسبب عدم الموافقة على الإجازات. طبعا أنا أعطي جهة العمل الظروف وأعطي اللاعب يعني ظروفه، ممكن يكون هو في شركات ويحتاج إلى تقارير خاصة عشان يرفع من مستواه الوظيفي، بالتالي هي مشكلة الأساسية كانت الملاعب، لكن اليوم هي المشكلة الأساسية هي مشكلة الإجازات وتفرق الرياضي. وإن كنا الآن حقيقة مع وجود ملاعب نحتاج إلى ملاعب تليق بالرياضة الكويتية. لاعب إذا بهد نفسه، وخاصة إحنا بالكويت يعني والخليج عموما، إذا بتهد نفسك وطبخات أهلك وطبخات المطاعم راح تتجه إلى جهة ثانية. أنا دائما أقول للاعبين عشان تحافظ على مستواك وتحافظ على لياقتك البدنية، الأكل يكون بحسابه، المعسكرات لها طريقتها في الأكل، وهذه طبعا نقدر إحنا يعني نتصرف فيها بوجودنا، لكن هو بوجوده في منزله يجب أن يكون هو حريص على نفسه، لأنه طبعا مستواك الفني اللي يظهر هو اللي يحدد مدرب المنتخب أنه يأخذك، يحدد جماهيرك مستواك العالي، أنت أصلا راح يرتفع مستواك، وبالتالي لاعب مميز يكون فلان يؤشر عليه أن هذا من يعني عمالقة كرة اليد، بجانب اللياقة البدنية وكذلك الاستمرار على حضور التدريبات. يعني ملاحظ فترة اللي قبل الأخيرة مش الأخيرة، أنه الكثير من اللاعبين يتغيبون عن حضور تدريبات أنديته، وبالتالي يظهر بصورة يعني ما هي طيبة ولا نتمنى. لذلك أحرص اللاعبين، أبناء اللاعبين، الاحتفاظ بطريقة الأكل وثم الاستمرار في التدريبات بالنادي استمرارية رسمية، وكذلك عند التحاقهم بالاتحاد هناك طبعا طرق وأساليب للاتحاد والمنتخبات، أنه اللاعب أكيد أنه راح يحرص ويلتزم بحضور تدريبات المنتخبات. والله نصيحة للشباب، نصائح كبيرة. أول شيء طبعا أنا أتمنى من الدولة قبل الشباب للشباب أنها تحدد أماكن للترفيه للشباب، تحدد أماكن يعني لإفراز النشاط اللي لديه. كل شاب عنده يعني هواية معينة، فبالتالي وجود أماكن وأنشطة لتفريغ هذه الهواية يعني أنت تجمع الشباب. الملاعب الرياضية كذلك والصالات المغلقة أتمنى تكون فيها، يعني الآن نشاهد أن الجماهير بدأت تفوق استيعاب الصالات والملاعب،
لذلك نتمنى أن تكون هناك بالنسبة للملاعب ملاعب تليق في اللاعب الكويتي والشارع الكويتي والشعب الكويتي، لأن حقيقة الآن حقيقة بأمانة أقول إحنا فقراء بالملاعب بكل اللعبات، حتى الصالات بالنسبة للألعاب الفردية وهذا صارت لا تليق بالرياضة الكويتية. أما بالنسبة للشباب فأعتقد أنه أنتم مقبلون في فترة زمنية تعيشها الكويت في أحلى يعني أوقاتها وزمنها، فبالتالي أنت كشاب حاول أنك أنت تثقف نفسك، تحترم القوانين، تحترم البلد، تحترم الناس، يعني أكون متساهل، حاول أنك يعني توفق بين عملك وبين دراستك وبين إذا أنت رياضي، وهذا شيء مهم، لأن الرياضة ما هي كل شيء، الدراسة أولا وثانيا وثالثا ثم هوايتك اللي هي اللعب، وبالتالي عندما توفق راح توصل إن شاء الله. كل لعبتنا الحقيقة في كرة اليد خاصة نسبة 90% 95% كلهم جامعين، لذلك قدروا يوفقون بين الدراسة واللعب. وأتمنى إن شاء الله إحنا ثقتنا كبيرة في الشباب الكويتي يعني بكل فئاتهم، لذلك نتمنى أن يعطون الشباب الكويتي صورة مشرفة للغريب عندما يأتي للكويت ولأهل بلدهم عندما يكونون معاهم في كل الأماكن. البرنامج طبعا الحقيقة أنا أستمتع عندما أشاهد مجموعة من الشباب والشابات وهم يحرصون على إقامة هذه اللقاءات. الإعلام دوره كبير طبعا، الدور الأول الإعلام للرياضة عامة وللحياة كاملة، فالإعلام الحقيقة قاعد يقوم في دوره الآن بوجود معالي الوزير والوكيل وإصطافات فنية عالية مثقفة أمثالكم وغيركم، فبالتالي أتمنى استمرارية هذا الاهتمام منكم، وأتمنى من مسؤولي التلفزيون أن يعطونكم الفرصة بالمشاركة الخارجية، لأنه أنا مثل ما أعرف من خلال خروجي مع محطات خارجية وخاصة في قطر، أتمنى أنه الإصطافات الفنية منكم تروح إلى قطر تساهم تستفيد من الإصطافات الأوروبية الفرنسية والإيطالية والإنجليزية بالتقنية في طريقة تصوير في طريقة متابعة اللاعبين في الكاميرات وتنقل خبرتها إلى الكويت. كل الشكر لكم وأتمنى لكم التوفيق، وأتمنى إن شاء الله أنه أشوفكم مرة ثانية في أماكن احتراف.